السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله كلكم بخير، معكم أخوكم علي من قناة دارك مستر سافج. واليوم عنا شرح أماكن دول، ما أدري شو يسموهم، ما أدري شو، حكتب لهم اسم الشخصيات، العلماء، المهم ما أدري شو حيكون اسمه. الزبدة فكرة المقطع حيكون شرح أماكن لجميعهم، حيكون المقطع إذا خليتهم كلياتهم كذا حيكون مقطع مرة طويل، فعشان هيك راح اشرح من رقم 1 لرقم 10 مقطع، ومن رقم 11 لرقم 20 مقطع، ومن رقم 21 لرقم 30 مقطع، ومن رقم قديش هذا 31 لرقم 40 مقطع. يعني عبارة حيكون 4 مقاطع عشان الفيديو ما يكون مرة طويل يعني، فراح اختصر بهذا المقطع عن اماكن اول 10. ويلا خليكم مع الانترو، ليتس جو. دقيقة بس في اعلان بالنص، اعلان عني يعني، ما بيضركم بشيء. اوكي مثل ما شايفين الايتم، شوف في حزم مره كثيره مثل ما شايفين، فطبعا الاعلان هو اكيد كود الايتم شوب حقي AKOO، يعني ما راح يضر ولا حينفع. الزبده يعني، المهم اذا حبيت تشتري باي شيء حط الكود، اذا حابب تدعمني طبعا، اذا مالك حابب تدعمني حط الكود الشخص المفضل عندك فما فارقه. فالزبده اذا حابب تدعمني حط كود AKOO، بكون دعم جدا جدا اسطوري. وهلا خلينا نفوت بالمقطع. اوكي شباب، معنا اول مكان، هذا هو. طبعا انا راح اترككم مع فيديو توضيحي شرحكم جميع الاماكن بدون ما اتكلم طبعا، فهذا هو اول مكان، ويلا خليكم مع الفيديو التوضيحي.
اوكي شباب، مثل ما شايفين هون معنا رقم 7 في هذا الموقع، فخلينا ننزل نكلمه كذا. ما ادري هذا بوس ولا المهم انه هو رقم 7، ما ادري كيف اكلمه. والده يجلدني. فا اوكي شباب، فهذا هو رقم 7، بس هو ما ادري ما يعطيني تحديات. لازم قلت له انه معه اسلحة ميتك، فهذا هو مثل ما شايفين. اوكي مثل ما شايفين دعسني بسهولة، ما ادري ايش الاسلحة الغريبة اللي معه ذي. فيلا جي جي، ننتقل رقم 8. اوكي شباب، معنا رقم 8 هو جون ويك، فموجود بهذا المكان، فخلونا ننزل لعنده ونشوف. ما في لاما بالجوار. لاما لاما لاما، ما في لاما. اوكي المهم انه جون ويك موجود بهذا البيت، ما ادري وين اوكي موقعه هون بالضبط، تحت هنا. ايوه تعال جون ويك. اوكي مثل ما شايفين حدد لي سكن اني اقتله، وهذا هو تم استكشاف مكانه. طبعا انت لازم تيجي لعنده وتضغط عليه وتاخذ منه مهمه، تعتبر انت كذا استكشفت مكانه. فخلينا ننتقل لرقم 9. اوكي يا شباب، معنا رقم 9 قبل الاخير اللي هو بروتوس. طبعا ما قلت لكم شباب، رقم من 11 ل 20 رح ننزل مقطع لحاله، ومن 21 ل 30 مقطع لحاله، ومن 31 ل 40 مقطع لحاله، لانه مشان مقطع ما يكون مره طويل يعني، فحخلي كل واحد مقطع. طبعا بروتوس موجود جوا هون، فندخل لعنده ونحاول ناخذ لنا مهمه نستكشفه، بس ان شاء الله ما انجلد. اهم شيء نستكشفه بعدين انجلد عادي. فيلا بينا، انا نازلين معي ناس. اوكي شو رايكم تسحبوا علي وتعتبروني مالي موجود؟ اوكي واحد منهم، انا بدي بروتوس، ما بدي اياكم، بدي بروتوس. اوكي اوكي شايفين هاي بروتوس الاسطورة كذا. اوكي اوكي ايش ايمك ضايع كذا. اوكي اهم شيء انه هذاك المنوب ما ياخذ الكل. فالزبده شباب، ننتقل لرقم 10 والاخير. اوكي يا شباب، معنا رقم 10 وهذا اخر واحد، وان شاء الله المقطع الجاي راح يكون من رقم 11 لرقم 20، وراح انزله اكيد بكره يعني ما راح اطول، فحاول كل يوم انزل مقطع. ويلا ان شاء الله يعجبكم المحتوى بس، وتدعمونا باللايكات واشتراكات، وتحطونا كود الايتم شوب اي كي دبل او مشان نستمر طبعا. والله خلينا ننزل عند هذا المنوب وخلينا نشوف ايش راح يطلع معاه. شو رايك تسحب من هون مشان ما اجلدك؟ دقيقه جاب لي ينزل على سلاح مشان اجلده بعدين. لا خلينا احنا عم نسجل فيديو مو مهم. هذا هو كذا كذا، فهذا هو رقم 10 يا شباب. فجي جي، خلينا ناخذ سلاح. المهم هيك شباب، وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لو عجبكم ما تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.